ما تفسير قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا؟ المداد هو الحبر، ويشبه قول الله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. المداد إذن أولا هو الحبر. الآن كلمات الله، تذكرون دعاء نبويا طيبا فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلمات الله يا أيها الإخوة تنطبق أول ما تنطبق على كلامه المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني القرآن. القرآن الكريم هو أول ما يكون من كلمات الله سبحانه وتعالى. كذلك كلمات الله التامات هي بعض عباده الذين اختصهم من أنبيائه ورسله وملائكته. الأنبياء والرسل والملائكة كلمات تامات كملهم الله سبحانه وتعالى بالصلاح والإيمان والتقوى، واختصهم بنزول النبوة عليهم. الآن لو أن البحر جعل مدادا أي حبرا، وأتينا بالأشجار التي على سطح الأرض كلها فجعلناها أقلاما، ثم كتبنا بها كلمات الله أي أوامر الله، أي ما يريد الله سبحانه وتعالى خلقه. كلمات الله كما قلنا أولا القرآن، ثم أنبياؤه ورسله وملائكته، ثم ما شاء الله سبحانه وتعالى إنفاذه في خلقه يعني من قضائه وقدره في المخلوقات، كل هذا كلمات الله. لو كان كذلك ما نفدت كلمات الله. لو جاء مثل هذا البحر عشرات الأضعاف ولو جئنا بمثله مددا ليكتب، لما وسع ذلك شيئا من علم الله عز وجل. كلمات الله إشارة أيضا إلى علم الله عز وجل. لو كل هذا حصل لن يكتب إلا جزءا يسيرا جدا مما عند الله سبحانه وتعالى من علمه. هذا إشارة إلى سعة علم الله عز وجل كما قلنا.